السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي صفحة اي لوف بسكرة، دائما مع مبادرة لن ننام واخواننا جائعون في يومها 28. اليوم عدنا الحق يعني بلا الوجبة تاعنا اللي موفين نوجدوها، عدنا معروف، والمعروف هذا اليوم بربوشة. بربوشة نورمالمو، ها دسعة بربوشة معروف العائلة. وش قال لك الدعاء؟ الوالدة، ربي شافي الوالدة تاع السي الأخت هذه اللي درت لنا البربوشة هذه، ربي شافي لها والديها. ادعوا معاكم بالشفاء إن شاء الله، ربي شافي كل مؤمنين يا ربي، ربي ثبت شجركم إن شاء الله. هاي بربوشة المرقة تاعها، بالمدجدج، ربي يبارك ربي يبارك ربي يبارك. والوجبة تاعنا الرئيسية المعتادة هاي شربة دبشة، ها دير لها الدبشة، دير لها خلطها مليح خلطها مليح بالمدجدج ثاني. ها بارطاجيو لنا اللايف اخوتي، بارطاجيو اللايف قد ما تقدروا، عاونونا غير بالبارطاج، عاونونا بالدعاء، عاونونا بأي حاجة. ربي يبارك ربي يبارك. وكاين الطبق الثاني اللي هو روز، نورمالمون اليوم روزها بالدجاج بيض
وعدنا ثاني متبرع عائلة قوريري ثاني هما جابونا خبز دار ربي يبارك. اما فكرونا بيامة رمضان ربي يبارك، ربي يثبت اجركم ان شاء الله، ربي يثبت اجركم. والماء والشينا هام الاولاد هام يعاونوا هام يوجدوا في اليوروبا تاعهم في الساكات يوجدوا فيهم. المهم متطوعين جنود الخفاء كما نقولوا حنايا، ربي يبارك ربي يبارك ربي يبارك. نقطه في المبادره هذه سبحان الله، قد ما يزيدوا لي ماس قد ما يزيد تحلى وزيد. هي هذه شيء، هذه فضل الناس الخيرين، الناس المتطوعين هم اللي يعطونا الحماس هذاك باش نكملوا باش نواصلوا في المبادره هذه. غدوه نورمالمون كاين، غدوه السبت كاين اخي، قول غدوه كاين سبت. اي غدوه كاين، زعما واحد ندير 40 يوم تاع الوالد داير كلش، ندير كلش يا اخي. اه غدوه كاين، غدوه راهو كاين لي. طيب الحد هذيك ما رجعتلكش تاع الحد؟ اه دير هي خطره، ما زعما قالت لي خيروا لي ماش، قالت لي السبت قلت لها كاين، قالت لي الحد باذن الله ندير انا. اه والسبت والحد بربي ان شاء الله كاين. هاي الناس متطوعه، الناس اللي حابه تطيب، اللي حابه تدير نذر، اللي حابه تدير معروف، نصدقوه للناس هذه اللي راهي تبات برا، هذه اللي راهي في العراء يعني. واش راح نقول لكم يعني، كون تروحوا ديروا الدور عليهم والله غير يشوفوا الحال. المهم باش ما نطولوش باش نوصلوا اللقمه سخونه كما نقولوا حنايا للناس هذه وماليها هذه. باب المساعده دائما مفتوح، عليكم الا عليكم الا بالاتصال على الارقام موجوده في المنشور. كيما تحبوا نتوما، الدعاء بهذه البارطاج بأي حاجة حابين تعاونوا بها ربي يتقبل إن شاء الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. يا سلام، حبيت ثاني نذكر بك نفسي وخاوتي باللي رانا في شهر رجب، وشهر رجب هذا يعني راه من الأشهر الحرم اللي عند الله عز وجل، والأشهر الحرم هذه فيها الخير مضاعف وفيها الظلم مضاعف. ثاني إذا كان درت خير راح تلقاه يضاعف ربي سبحانه أكثر، وإذا كان ظلمت نفسك راح يضاعف لك ربي ثاني الظلم هذاك اللي درته يعني أضعاف واحدة أخرى. ثم المبادرة هذه يعني أي واحد ساهم في شهر رجب هذا ولو بطرف خبز، بربي إن شاء الله راه قدم 10 أطراف عند الله عز وجل، ولو بدعوة راه بربي إن شاء الله عند ربي سبحانه وراه عنده أجر 10 مرات بإذن الله. إن شاء الله. ثم الإنسان يغتنم الفرصة هذه، ونغتنموا احنا ثاني الفرصة هذه في الذكر في التطوع في أي شيء نقدروا نلقاو به الله عز وجل نهار غدوة إن شاء الله. وربي يثبت اجر الجميع، وربي يرحم الوالده تاع الاخت اللي دارت بربوشه، بربوشه هذه قالت مدعوني الوالده تاعي بالرحمه. ربي يرحمها وربي يغفر لها، ربي يشافيها. ربي يشافيها. الوالده مريضه. مريضه مريضه. ربي يشافيها ويعافيها ان شاء الله. هذه تاع البربوشه طهور ان شاء الله، ربي يشافيها لها، وربي ان شاء الله يرجعها سالمه غانمه ان شاء الله. ان شاء الله. ربي يثبت اجرها ان شاء الله. الخير ثاني ما نساوش حسام الجماعه اللي راهم مطوعين ثاني كامل. كاين ناس، كاين ناس يعني ياسر هشارج عليهم يعني والله ربي في الخفاء، في الخفاء ربي يثبت اجرهم ان شاء الله. خاصة خاصة هشام حروح الممول الوعاء الرسمي بالغذاء، ربي يشافيه ثاني هو ثاني كثر خير وكثر خير جماعة كامل، بارك الله فيكم. الناس الكل اللي عاونت ربي يجازيها، ربي يجازيها. وراه رمضان على الابواب ان شاء الله، مازال جاية ثاني افطار صائم ان شاء الله، ربي يتقبل من الجميع، بارك الله فيكم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. شيخ حبيت نضيف واحد النقطة، هي نرمو باذن الله نهار الحد عندنا 30 يوم كنا مديسيدين نديروا شهر بصح باذن الله حابين يشجعونا ويزيدوا يطوعوا بالمبادرات ويعطونا كم اضافه باش نزيدوا اكثر من شهر ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي يعطينا القدره برك. المهم باش ما نطولوش نروحوا نوصلوا الامانات لاهلها. بارطاجيو اللايف خاوتي معاكم، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بفضلكم بفضل الناس المحسنين المتبرعين ان شاء الله نكملوا في المبادره هذه ونتحمسوا ان شاء الله يا ربي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، السلام عليكم.